Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأصلح لي في ذريتي إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة satu-satu mulai Ustadz Arham kemudian Ustadz Harto kemudian Ustadz Fatah terus Ustadzah Husna Neng Alia Ustadzah Aida di ayat wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ
سيئاتهم في أصحاب الجنة ونتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ونتجاوز 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 عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي قد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إن وعد الله حق فيقول ما هذا فيقول ما هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Boleh dibaca agak cepat temponya seperti ini. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء
bima kanu ya'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, hatta إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. Semoga kita termasuk innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Amin ya rab. Termasuk hamba-hamba Allah yang berkata dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Lantas istiqamah artinya dalam keadaan bagaimanapun tetap berkata Rabbunallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal murattilina inda tilawatil Qur'an. Al-Fatiha. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.